تحية طيبة لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر شاشة زاكروس الفضائية. تحية طيبة لكم زملائي الموجودين في داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بكم بهذه الجولة الصباحية اللي نقوم بها يوميا في شوارع العاصمة الحبيبة بغداد. اليوم احنا متواجدين في الكرادة داخل طبعا الشوارع المعروفة في هذه المنطقة اللي هو شارع العطار، وأتوقع يعني نعرف هذا الشارع من وراء المهنة اللي تمارس به. طبعا اليوم راح نشوف الناس شنو حركة الأسواق بصورة عامة، الإجراءات المتخذيها بناس خصوصا يعني في فترة حظر التجوال. تعرفون أنه حظر التجوال الجزئي اللي دنمر به هو خلينا نقول المصلحتنا بالدرجة الأولى، لكن خلينا نشوف الناس شلون اليوم سوت احتياطاتها بخصوص هذا الحظر. تعرفون الوقت جدا محدود لكل الأشخاص، يعني الحظر تقريبا يكون يبدأ الحظر من الساعة 8 مساء، فالوقت يكون جدا محدود لكل الناس، وبعض الناس تعرفون تكون أرزاقهم محدودة، فيا اما يستغل الوقت يعني بالنهار بالأعمال الحرة أو يكون موظف في أحد دوائر الدولة، سواء كانت دوائر الحكومية أم الأهلية. فاليوم الناس يعني خلينا نقول عايشين في واقع الحال اللي يمرون به ومتماشين ومتفاعلين مع الوضع. طبعا حظر التجوال اللي مرينا به أو دنمر به صار بصورة إيجابية، والناس كان تفاعلهم مع هذا الحظر هو إيجابي، يعني أنه أغلب الناس التزمت حفاظاً على مصلحتها وحفاظاً على نفسها، حفاظاً على الأقارب، لأن تعرفون اليوم من أولوياتنا ومسؤولياتنا هو الحفاظ على النفس. تعرفون اليوم هذه الجسد اللي نمتلكه والروح اللي نمتلكها هي أمانة عندنا، فلازم نحافظ عليها قدر الإمكان. طبعاً اليوم مستمرين أنا والزميل ياسر المصور الجميل نشوف الناس اللي خلفنا هم دا يتبضعون، لأن تعرفون قلنا الوقت محدود، فأغلب الأشخاص يلجؤون إلى المواد الغذائية، يعني بعض الأشخاص تكون عندهم معاملات في الصباح الباكر. طبعاً صاحب أحد المحلات هنا أسواق أيضاً المحلات الغذائية اللي خلينا نقول حددت بوقت يكون هذا الوقت هو وقت عملهم فقط، فبعض الأشخاص يقولون إنه إحنا هذا الحظر صار علينا سلباً، لكن بالنهاية نقول هو كل شيء يصير في هذا الوقت هو لمصلحتنا. طبعا خلينا نشوف اذا كان بالامكان هو الدخول الى الاسواق والتحدث مع صاحب هذا المحل. نشوف هنا قبل ما نروح الاسواق نشوف الاشخاص اللي يتبضعون من الاسواق الغذائيه. هنا نقدر نصور هذا الرقي، ويلي الرقي العراقي. طبعا خلينا يعني نحكي في الشغله بهاي الجوله الصباحيه الحلوه انه اللي ياخذ الرقيه يطبطب عليها ويشتريها على الونه مالتها، اذا كانت ونتها قويه يقولون هاي خوش رقيه. بصراحه انا ما اعرف اشتري رقيه يعني والله، فلازم اتعلم من الاشخاص. نتحدث مع الشخص ونشوفه شو يعني هنا هذا التمر وبحط طماطم قد حلوه. الطماطم نسال على اصولها، يعني ما اتوقع الطماطم العراقيه هيك، الطماطم العراقيه حمراء وكبيره. و اسال الشخص هنا نقول السلام عليكم. شلونك؟ اسمك الكريم؟ حسين. شلونك حسون؟ مبارك بك. حسين انت شنو شغلتك هنا؟ والله شغلتي يعني هنا بالمحل شغله. يعني شلون اليوم تشوف حركه الاسواق بحظر التجوال؟ بالحظر لو بعد الحظر؟ يعني بالحظر وبعد الحظر. يعني من اكيد المواطن ما يقدر يطلع، بس المنتسب اللي عنده باجي يجي يتسوق. فالايام البقيه لا حياه طبيعيه عاد. زين انتم بصوره عامه يعني عملكم شلون؟ هل عملكم صار يعني بصوره ناجحه مثل الايام الماضيه، ام خلينا نقول انتم متحددين بوقت، هذا الوقت اللي هو يخليكم يعني محدودين بالشغل؟ الوقت نعم اكيد، يعني احنا متقيدين بالعمل، فالساعه ب8 لازم يبدي تتوقف، يعني الحياه تتوقف، يعني يسدون الطرق كل شيء ما يتوقف، بعدين ما يبقى الحياه طبيعيه. بالنسبه لاسعار الفواكه والخضروات خما اثر على سعرها حظر التجوال؟ يعني خما ارتفع بس ما اي تاثير معي طبعا، بس شنو المشكله؟ المشكله يعني شيء التوقف للانسان، يعني اي شيء ماكو، بس هي كورونا مو معقوله هل تجي الساعه ب8 بالليل وبالنهار ما موجوده. بالتالي احنا نقول يعني كل الاشياء هي خلينا نقول لمصلحتنا بالدرجه الاولى. بس انا اريد اسالك على شغله، يعني قبل كل شيء
من بعد ما سالتك على الحضره هذه الاشياء اريد اسالك على هاي الطماطه الصغيره، هاي طماطه عراقيه؟ طماطه كرزيه، طماطه هاي تركيه. تركيه طيبه؟ والله كيد طيبه. الفلاح العراقي يزرعها بس ما يعرف يحتني بها بصوره صحيحه، فيعلبها بعلبه صغيره يخليها بصندوق لا تستوجب 25 كيلو، هي ما يستحمل 500 غرام، فهو التركيين يخلوها بعلبه 500 غرام او الف يعني كيلو هيك انتاجهم. زين نرجع للموضوع حضره التجوال، انت شلون تشوف حركه الناس بصوره عامه يعني في خصوصا هاي فترات الصبح وهذه الاشياء، يعني تشوف الناس انه يحاولون يستغلون الوقت حتى يتفضلون؟ اكيد اكيد اكيد، يعني يتحركون يطلعون بوقت سريع، فمن وقت يرجعون فتعرف العصر بعد ساعه فيصيرون يتحركون اكثر، يجون للخضار يسوقون، وبعد الحظر يعني اكيد اللي يجون من مناطق بعيده، يعني هم مو ترك لهم داخل كراده، يعني بقيه الاماكن يجون يسوقون اكيد ان شاء الله. ماك شيء هو بس شنو ما اعرف، يعني اكيد هم لهم فائده بي، يعني معقوله الساعه بثمانية تسبب كورونا لاسباب وبقيه هسه حياه طبيعيه يعني فالزخم والازدحامات هيك ماك شيء؟ الحمد لله الحمد لله وشكرا الله كريم ان شاء الله. لك. حبيبي ممنون. سب ايش الكيلو هذا بألف؟ بألف هسه من نخلص الجوله نرجع ناخذ تفاح وناخذ برتقال. شكرا حبيبي. مشاهدينا الكرام يعني اكيد حتكون جولتنا الصباحيه لهذا اليوم مستمره وسط الناس، وتشوفون يعني سالت ثاني صاحب هذه العلوه يقول انه اغلب الناس متحدده بوقت، هذا الوقت تلجا به الى المحلات والاسواق الغذائيه حتى تتوضع. فاغلب الناس اليوم يعني هسه مثل حسين يقول انا ما اعرف حضره التجوال يعني الا يكون ساعه بثمانية وهيك يطلع، فاول وتالي انه احنا بالدرجه الاولى هو كل شيء لمصلحتنا. ما ظل شيء وتزول هذه الغمه ان شاء الله عن كل الامه الاسلاميه وكل العالم. مشاهدينا الكرام احنا نكون مستمرين وياكم بهذه الجوله الصباحيه، خليكم معنا. اذا مستمره مشاهدينا الكرام هذه الجوله الصباحيه اللي نسويها يعني باحدى الشوارع الموجوده بالعاصمه الحبيبه بغداد، وتحديدا في منطقه الكراده داخل. طبعا احنا يعني موجودين في محل لبيع الخضروات والفواكه وهذه الاشياء. طبعا من اكثر الاشياء اللي يفتقرها الفلاح العراقي او يفتقر لها الفلاح العراقي اللي هو الدعم. طبعا كل الفلاحين يحتاجون الدعم، عفوا كل الفلاحين يحتاجون الدعم لتوفير المنتوج الوطني، بالتالي يعني ماكو اطيب من الفاكهه العراقيه، ماكو اطيب هاي الطماطه العراقيه، مكتوب طماطه عراقيه ايش قد حلوه، والله حلوه وكبيره. يعني صراحه لازم نخلي ايدنا بايد الفلاحين ولازم ندعمهم. يعني لاحظ انه باغلب دول العالم الناس يفتخرون بالاشياء اللي صنعوها والاشياء اللي زرعوها بارضهم، الارض العراقيه ارض خصبه واكيد ارض صالحه للزراعه. طبعا اروح اتحدث ويا احد الاشخاص، هذا الخس العراقي يسموه خسه بالطوبه، ليش يسموه خسه بالطوبه؟ والله صراحه ما اعرف، فهسه راح اسال الشباب هنا اللي يشتغلون. السلام عليكم. شلونك؟ يا مرحبا. اسمك؟ محمد. شلونك حمودي؟ الله يسلمك يا روحي. حمودي شغلك شلون بصوره عامه؟ والله شغلي تعب. ليش؟ اولا اني نار الصويره وجهنا انا اشتغل عماله، يعني معاناه صعبه، حياه صعبه، عيشه صعبه، شغل عماله وقت من الصبح من الخمسه الصبح حد السبعه بالليل ثمانيه بالليل يلا انتهي دوامنا شغلنا. زين هسه ايش تسوي؟ بصل نصفيه نطلع المضروب الخايس التعبان ونطلع الزين نخلي الزين واحد. شلون تشوف الناس يعني واقبالهم على شراء المواد الغذائيه في فتره حظر التجوال؟ يعني يكون الشغل اكثر؟ لا قليل، حركه قليله حظر. يعني عفوا قبل حظر التجوال؟ لا اكو حركه، اكو سوق مخضر، بالنسبه للمخضر شغلنا بالمخضر ماشي يعني حركه زينه طبيعيه، بس بالحظر لا، الحظر اثر على هواي ناس. زين هسه انت اكثر مكان تحب توقف وتشتغل به؟ يا مكان؟
توقف هنا لهنا؟ والله انا هنا عند هذا القاطع اللي ماخذنا انا والاخ عدي والولد جوا هناك كل من وشغله. زين سلم على عدي، شلونك عدي؟ طيب يا اخوي، شو اخبارك؟ الله. عدي انا شفتك قبل شوي تصفط بهاي الخضروات. اي. طبعا اريك شوي هنا بلا زحمه عليك. يعني اليوم اريد نعرف انه كل هاي المحاصيل الموجوده هنا هي محاصيل عراقيه. طبعا عراقيه. زين شنو اللي الشغله اللي تعيق شغلكم وتعيق هذا الانتاج واللي فعلا تحتاجوها تفتقرون إلها؟ والله يعني ما يعني شنو الشيء اللي يحتاج الفلاح العراقي؟ شنو المعوقات اللي تواجهكم بالشغل؟ والله الفلاح ماكو احد يدعمه حتى الزرعه، يعني هسه باو هسه ذيكي طماطه ايرانيه باو عليها شلون حلوه مرتبه نظيف، ذيكي عراقيه مضربه مسخمه محمحمه. اي والله لا بس هي الطماطم العراقيه انا حتى شفتها حلوه. صح. والله حلوه. صحيح. واتوقع حتى طعمها يكون مختلف. نعم. عن كل باقي الطماطات العالم. مو صحيح. زين هسه ذني شلون انت تصفطهن يوميا؟ شلون؟ اي والله يجيني الفجر اصفطهن اي لليل حد ما الله يرزقنا ويخلص. زين شنو اكثر شغله يشتروها الناس من عندك؟ هي كلها ماشيه بس اكثر شيء الرشاد الريحان هاي اكثر شيء الناس تب. يعني ماكو اي شيء مستورد من هذا؟ ابد، هي خضره كلها عراقيه. ماكو، كلها مال كربلاء عراقيه، ماكو خضره استيراد. شكرا عدي. ترى لا اخوي. ممنون. مشاهدينا الكرام، عدي يقول الفلاح العراقي يحتاج الدعم وذكرنا هذا الشيء بهذه الجوله الصباحيه، يعني احنا نتمنى من الجهات العليا والاشخاص المسؤولين على هذا الشيء ان يوفرون الدعم للفلاح العراقي، لانه بصراحه ذكر لي نقطه انه قال لي سبع طماطه الايرانيه شلونها وبعض الطماطه العراقيه صاير بها. فنرجع ونقول ان شاء الله بالايام القادمه يتحسن هذا الوضع وكل المحاصيل اللي نتناولها هي تكون محاصيل عراقيه بحته. طبعا انا اشكركم مشاهدينا لحسن المتابعه والاصغاء واشكر كل الزملاء الموجودين في داخل الاستوديو. تقبلوا مني أجمل التحيات، ألتقيكم بيوم جديد وجولة جديدة، في أمان الله.